ويمكن كمان عشان نعرف أكتر عن المشهد الثقافي في مصر خلال 2022 هيكون معانا على التليفون حالا أستاذ وائل السمري الكاتب الصحفي يحلل معانا المشهد الثقافي. مساء الخير يا أستاذ وائل، كل سنة حضرتك طيب. مساء النور يا أستاذة، وكل سنة يا رب. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ وائل، ويا ريت تقول لنا اولا كل سنه وانت طيب، وتقول لنا يعني في عيونك انت اهم حدث في الثقافه في 2022. والله على المستوى المحلي انا شايف ان اطلاق مهرجان القاهره للدراما ده كان حدث كبير جدا، وكان حدث مهم لانه يعني بيصل التراث المصري الدرامي الكبير جدا، بيصل ماضيه بحاضره. وبالحقيقه يعني هذا المهرجان الجميل الكبير ضمن وجود قوي على الساحه الفنيه والثقافيه العربيه من اول ما تم الاعلان عنه، لان اولا اللي بتنظمه هي الشركه المتحده، وشركه بي او دي احدى الشركات التابعه للشركه المتحده، والتي اصبحت يعني نقدر نقول بيت الاعلام العربي الكبير. طبعا طبعا. ويشهد لها ب يعني دقه التنظيم واحترافيته، وكمان ضمن هذا النجاح الشركه المتحده اللي كانت حريصه بكل الحرص ان هي تولي اداره المهرجان او رئاسه المهرجان لشخصيه عظيمه من شخصياتنا الفنيه الكبيره، هو الفنان يحيى البحراني، ولجنه التحكيم على ارقى ما يكون بالاسف المخرجه الكبيره ينعم محمد علي، عشان في الاخر يدينا مشهد غاية في الجمال وغاية في البلاغة في توصيل رسالة راقية وفنية ورائدة فعلا. لأن لو تفتكر حضرتك زمان كان بيبقى في حاجة اسمها مهرجان التلفزيون، وكان بيبقى ملتقى كبير جدا. صحيح. جدا لكل الناس المحبة للفن والأعمال اللي بتحقق رواج. فهذا المهرجان يعتبر بوجهة نظري يعني مهرجان أصيل في توجهه، احترافي في تنفيذه، وحضروا ضيوف من العالم كله يشهدوا برضو، لان الرياده من مصر كان زي ما حضرتك بتقول كان دايما كل سنه التلفزيون يعمل مهرجان الدراما، فكان وحشنا الحقيقه يعني. طيب استاذ وائل، يعني من خلال مشاهدتك ومتابعتك للمشهد الثقافي المصري على مدار 2022، لو حبينا نحط له مانشيت عنوان. والله انا وجهه نظري ان العنوان الكبير جدا اللي بيضم كل الـ 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 الاحلام الثقافيه هي عوده الروح ما بعد كورونا. أيوة. احنا الفتره اللي فاتت دي شفنا تقلصات كبيره جدا. صحيح. مش على بس المستوى المصري، على المستوى العربي كمان. في الانشطه والفعاليات واللقاءات الثقافيه. وكان ده الحقيقه كان بيصيبنا كمثقفين بتوتر شديد، لان الجسور يعني اما يكون في يعني عدم انتظام في التواصل بيبقى نستشعر القلق على طول. صحيح. لكن على المستوى المصري والمستوى العربي عايز اقول لحضرتك كمان كان في يعني رجوع كبير جدا، ومن الحاجات الجميله اللي احنا شاهدناها الفتره اللي فاتت دي انشطه المعرض الكتب العربيه والعالميه. طبعا. اللي بدات ترجع بمنتهى القوه. ده حقيقي. السعوديه مثلا عندهم ثلاث معارض كتب وبيشعر في رابع، وبينفتح بشكل كبير جدا. وبعدين برضو ما اقدرش يعني اتناسى الدور المصري في المعارض الكتب، لان معظم معارض الكتب العربيه وكان في ضيوف على يعني ضيوف المهرجان السنه دي كانوا اليونان، والسنه الجايه ان شاء الله تبقى تونس باذن الله. بالظبط. مهرجان في معرض الكتاب. طيب عايزين نتكلم حضرتك برضو وفي عيونك يعني الحدث الاكبر اللي عملته وزاره الثقافه هو مهرجان الموسيقى العربيه، شايف ان هو بيتطور ازاي؟ والله بص، ومحكى القلعه وغيره من الاعمال الفنيه الجميله الموسيقيه. انا شايف مهرجان الموسيقى العربيه ومحكى القلعه من الانشطه اللي هي نقدر نقول عليها بصوره نقدر نقول عليها. بس صوت حضرتك قطع. الو الو، سامعينك يا فندم. بقول لحضرتك هي من مهرجان الموسيقى العربيه و بحث القلعه من الانشطه اللي هي نخبويه وشعبويه في نفس الوقت، لانها بتخاطب المواطن العادي وبتخاطب برضو النخبه الثقافيه
وفي الحقيقه يعني لما تشوفي المهرجان بفعالياته وفي البرامج بتاعته المتعدده اللي بتحتوي على كثير من الحفلات الراقيه واللي فيها فن كثير ومتابعه الجماهير ليها، تحس فعلا ان لهذا الشعب يعني يقدر الفن ويحترمه جدا، ويؤكد بقى يعني او يعني يلغي الاشاعه بتاعت ان الجمهور عايز كده وعايز اسفاف. لا طبعا، لا لا الجمهور بيجري ورا العمل الجيد.